السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في المطبخ الاصيل. اليوم غادي نوجد معكم واحد الطاجين بالبقرين والخضار. تابعوا معايا كيفاش غنعملو. شعل بعدا هاد البوطة، نجيب الحيمة ديالي من الاولين. الطاجين بحال هاد الشكل، دردر عليهم هكدا واحد شوية البزار، ها كيجي غاية. ليها غادي نخليه هنا شوية يشرب ليا هاد البزيرة والملحة. عليه واحد البصيلة هكا مويان، شنو نضغى بحال هكا. هرقيقها بهذا الشكل، وليو نشوف واش دارت. دابا غادي نزيدو التوابل اللي باقا، سكنجبير، الخرقوم، صبر يابس، هادي البزار اللي بقى من هداك اللي عملت ليه. صافي، نزيدو شوية الماء باش العطرية ما تحرقلناش. نحاول ندخل هاد العطرية اللحم، نعدلو بحال هكا، نزيدو مويها مقدرش. دابا غنعملو الزيت، صافي هادشي اللي كنعملو. دابا غنغطيه نخليه تقلى، غنمشي نقي ديك الخضرة ونرجع معاها.
دابا تنقاضي هادشي ونرجع معاكم. ندورو معاها هكا جميع الجهات، كتنقص بيا التنقية ديالها شوية فيها التدقيق. هاكا دوري معاها من جميع الجهات تشكل هاكا. بحال هاد البلاصه اللي كتكون عندها قاصعه هكا حيد هادها، ديك ما كطيبش غير تحيد كتكون في الجدر. صافي كملناها، كورجيت Thank you.
صافي دابا نقينا الخضر ديالنا. الطاجين ديالنا بلا وجد واجه، الطاجين ديالنا بالخضر يجي رائع تبارك الله، صحيين. نتمنى يعجبكم مشاهدي الكرام، نتمنى يعجبكم، يعجبكم خليو لي المشاركة واللايكات. جزاكم بخير، جودة منكم. السلام عليكم، لفيديو اخر ان شاء الله.